عن أبي هريرة مرفوعا: ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد. هذا محسن، المحسن هذا الذي يأتي بالفرائض ويجتنب النواهي ويفعل المندوبات يندم. لماذا؟ لأن يكون ازداد، بدلا من أن يصوم بالشهر 3 أيام يصير يصوم بالشهر 10 أيام، وبدل ما يختم كل 7 يختم كل 3، يتمنى أنه يزداد. وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، يعني راجع نفسه، راجع نفسه. فعل المسلم اغتنام ما بقي من عمره. قال بعضهم: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته.